قوام وبيفرجيكم من طريقة الشخص كيف فالجميل ولا يبرد. السلام عليكم جميعا، معكم لامو جلانس. اليوم معنا شركة تيجو مع البروفيشنال أخصائيات تزمير علاج الشعر مدربة سعاد العماس. اليوم عندنا موديل نعامل المعالج سيليكون من شركة تيجو. ترميم هذه لازم جلسات ترطيب قبل. يلا بنات، معنا اليوم عندهم ثلاثة أنواع المنتجات: سيليكون وفورمولا ترميم والبروتين الحرير اللي هو علاج وترطيب بدون فرد. هذا الحين بعد غسيل سوينا المعالج السيليكون نفس الحين اللي بيدي، فهذا المنتج مرة رائع جدا، مرة يفرز على الشعر كيرلي، فلا يفوتكم بنات. مرحبا جميعا، حابة أقولكم هذه الموديل بنات انتبهوا، وقت ما خلصوا من شعره غسلتي بالمويه وخلصتي كل شيء، الحين نصبه بالمويه بس صبي. الشركات والمنتجات مرة شكرا. والحمد لله خلصنا جميعا الحين
بطلع من الفندق عشان اروح بسيارتنا، واتمنى بيجيبكم الفيديوهات والدورات والتدريبات ان شاء الله تعالى. ولا تنسون تسوون سبسكرايب لايكات وتوزعون على اصدقائكم بنات عشان تجيكم الرسالة لما انزل الفيديوهات جاي او دورات جاي على الوقت ثاني نفس القناتي. الى اللقاء.